تعرف ان الانسان ممكن يتاثر نفسيا من ان هو جنين، ممكن يتاثر بالاتموسفير اللي حواليه، بتصرفات الام، بمشاعر الام. اي سلوك الانسان بيقوم بيه بيكون ناتج ثلاث حاجات مجموعه، عوامل وراثيه اللي هو العامل الوراثي، وده بيكون ما يورث فيه الاستعداد فقط، وتنشئه اجتماعيه هو اتربى ازاي، وده بيكون قبل مرحله البلوغ. اوكي، يعني اللي حصل قبل 12 13 سنه بيبقى من الصعب جدا تغييره بعد كده. الثالثه الموتيف اللي هو الدافعيه النفسيه، وده بيتعدي لي فيه المشكلتين اللي فاتوا. يعني لو حد اتربى غلط او عنده عوامل وراثيه ممكن تكون مضره ليه في شخصيته، بنعدل فيهم من خلال الموتيف. ودي فكره العلاج النفسي القائمه على الاستبصار نسبيا، ان اللي بيحب ما بيشوفش عيوب محبوبه، ولو شافها بيشوفها ميزات. يعني لو واحد بيحب زوجته او بيحب انسان ارتبط بيها، بيشوف زنها والحاحها عليه تمسك بيه، يعني ما بيشوفوش عيب. بيشوف غيرتها الشديده عليه حب ليه، يعني ما بيشوفوش عيب. اللي بيحب ما بيقدرش ان هو يصنف عيوب محبوب، ولو صنفها ما بيحبوش. طيب الانسان لما بيجي يحب بيرتبط ازاي؟ مبدئيا حضرتك قلتي انا بدور انا عايز ايه من الطرف الثاني، وده غلط. لو هو دور كده يبقى هو ما بيحبش. اللي بيحب بجد تلاقيه يقول لك انا ارتبطت عشان عايز حد اديله مشاعر جواي. الشخص النقي نفسيا بيكون عنده احتياجات يديها، عنده عطاء هو عايز يخرجه، عنده مشاعر هو عايز يطلعها، نفسه في حد هيديله الحاجات دي. بالفطرة هو بينتظر ان اللي يديه للاخر ياخد منه اضعاف. كل ست بتحمل في جنين بيكون نفسها تشوف الجنين ده الصبح قبل كمان شوية، ومع ذلك هي بتحافظ عليه جدا عشان الجنين ده ما ينزلش ابدا الا في ميعاد محدد. مشاعرنا يا داليا هانم زي الاجنة، لازم تكتمل جوانا عشان تقدر تكمل في حياتنا. يبقى لما نلاقي مشاعر جوانا ما نصرحش بيها بسرعة، لأن هذه المشاعر لو خرجت قبل ما تكتمل هي بتبقى عرضة لأنها ما تكملش. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لما أجي أدخل في علاقة أنا مش هدور أنا محتاج من هذه العلاقة دي إيه، لأن دي اسمها أنانية مفرطة. أنا بدور أنا عندي إيه أدي في هذه العلاقة، ده ديل، بس ديل راقي جدا. ديل على مستوى الروحانيات، إن قل على مستوى النفوس، إن قل على مستوى الجسد. وهنا تعرف إن هي علاقة محتوم عليها بالفشل. ليه؟ لأن إحنا اتكلمنا في حلقات فاتت إن مش كل راجل بيبقى الركول نقول عنه إن هو راجل. صحيح. وصنفنا ما بين الرجالة والذكور، وصنفنا ما بين إن دي امرأة وإن دي أنثى، وقلنا إن دي أنواع ودي صفات. طيب لما تيجي بعد كده تحكمي هذا الأمر وتشوفي أنا محتاج في هذه العلاقة ثلاث أمور. كل احتياجات من يدخل في علاقة عاطفية أو من يرغب في الدخول في علاقة عاطفية أو من صدم في علاقة عاطفية بتكون بتدور في ثلاث احتياجات. عايز صدق، حد يبقى صادق معايا ما يخدعنيش. طبعا. عايز أمانة، حد يبقى أمين عليا ما يبيعنيش. عايز مسؤولية، حد يبقى مسؤول عني ما يتخلاش عني. بحبك كلمة لازم تنطبق عليها ثلاث شروط، عهد ووعد وعقد. نقول كمان، بحبك عقد وعهد ووعد. عقد بالمسؤوليه ان انا ابقى مسؤول عنها، وعهد على الصدق ان انا ابقى صادق معاها، ووعد بالامانه ان انا ابقى امين عليها. لو ما كنتش مسؤول عنها وصادق معاها وامين عليها يبقى بحبك مش اكتر من بلالين بتطير في فالنتاين. ولو استجبت للكلام وللقلوب والبلالين من غير ما احقق شروط بحبك اللي هي العقد والعهد والوعد، يبقى حلال فيا اللي انا ممكن اشوفه بعد كده. في هرم انا عايز اشرحه بس ببساطه شديده. قاعده الهرم، هو الهرم بيحكم العلاقه ما بين الراجل والست. اوكي، قاعده الهرم هي علاقه جسديه، ودي بيكون فيها ذكر مع انثى. واحد راح يتجوز، تساليه عايز تتجوز ليه، بيرد عليك ردود منطقيه جدا. عايز اتجوز عشان اعف في نفسي، عشان اكمل نص ديني، عشان ده كلام للاسف يعني ما انزل الله به من سلطان، مش دي الحكمه من الزواج. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. السكن ملوش علاقه بالمسكن. فتحول الزواج من انه سكن في موده ورحمه الى انه مسكن. ده البيزك بتاع العلاقه، ذكر وانثى في علاقه جسديه. طيب هترتقي هذه العلاقه، بيبقى ايه؟ راجل وامراه طبعا في علاقه نفسيه. العلاقه النفسيه اللي فيها الثلاث شروط، المسؤوليه والامانه والصدق. مسؤول عنك يعني معاكي،
طيب مسافر يبقى مسؤول عنك برضه في غياب، مسؤول عنك يعني معاكي. طب مسافر يبقى مسؤول عنك في غياب، لأن إن أنا أحسس الطرف التاني بوجودي ملوش علاقة بتواجدي. وياما أزواج متواجدين وغير موجودين، وياما ناس بتظهر في حياتنا وإحنا مش لاقيينهم في حياتنا. ده المستوى التاني من العلاقة اللي هي علاقة نفسية. المستوى الثالث ده مش كتير من الناس بيوصلوا له، هي علاقة روحية مش عايزين يعني نتطرق ليها، خلينا في المستوى التاني ونسكت. العلاقة النفسية ما بين رجل وامرأة مرتبطة بالثلاث شروط دول. هل أسماء وهي بتسمعنا بتحصل على الثلاث شروط دول؟ هل لقت عقد إن الشخص ده مسؤول عنها؟ طيب هو بيجري على أكل عيش ومش موجود، بيديها الإحساس اللي يوفر لها إنه موجود، بيبعت لها خدي بالك من نفسك، بيخليها يعني مرفوعة الراس وسط أهله، بيتكلم عنها كويس، بيتكلم معاها كويس، بيقدرها، بيحترمها، بيتنازل عن رغبات ليه قصاد رغبات ليها، بياخد باله من اهتماماتها، بيبقى مشغول هي محتاجة ايه، بيسأل نفسه أنا ممكن أكون مؤثر في ايه، بيبقى مشغول هي تكمل حياتها ازاي. لما تكون واحدة دلوقتي فيزيكالي اللي هو قاعدة الهرم مش موجود، اللي هي العلاقة الجسدية، الشخص ده جسديا مش موجود. طب المستوى التاني من العلاقة اللي هو المستوى النفسي مش موجود، تبقى دي علاقة. بس مسألة ان انا ادور على النص التاني، التاني دي يعني اللي شبهي، نص التاني اللي هو جزء مني، ده كلام علميا مش صحيح خالص. المفروض ان انا بدور على النصف الاخر، الاخر اللي هو شبهي في الأصول عكسي في الفروع. لما نيجي ندور عن شريك الحياة، وممكن ده يبقى توبيك منفصل عشان الناس تفهم نفسيا إزاي تختار شريك حياتها، نبقى نعمله قريب. أنا ما ينفعش أدور على النص التاني، النص التاني اللي هو ده زيي، اللي هو إيه اللي أنا مفتقده فيا، فبدوره يعني بجيبه من حد تاني، وهنا العلاقات ما بتبقاش كاملة. ولو دورت هبقى كأني بدور على إبرة في كوم قش. إن من يقيم مشاعر على أساس احتياج، ويقيم علاقة على أساس مشاعر جاية من احتياج، العلاقة ما بتستمرش. لذلك كل، وده منتشر في الستات عند الرجالة بنسبة 3-1، يعني الستات 3 أضعاف الرجال، إن هي بتدور دايما على حد يلبي احتياج المشاعر. ففي الغالب ده بيكون لوقت، وبعدين تقول لك كل حاجة ما بقتش موجود. طيب إما هو يدور على إيه؟ مش نصه التاني، يدور على نصفه الآخر، النصف الآخر اللي هو يكمله. وهدي لحضرتك مثال بسيط. تخيلي لو زوج أو شاب، أنا راجل مثلا قليل الكلام، ممكن أقعد في مكان ما انطقش غير لما حد يسألني، وما اتكلمش غير لما حد يوجه لي سؤال، ولما تسأل أرد باختصار. تخيلي بقى لو أنا ارتبطت بحد زي اللي هو نص التاني ده، لازم أدور على النص الآخر، حد متكلم، متحدث، اجتماعي، بيحب الخروج، احنا الاثنين نكمل بعض. طيب اعكسي، انا حد بحب اخرج واعمل شوبينج واسافر واتحرك، هي زي مين هي رب العيال، يبقى بدور على نصي الاخر اللي بيكملني، يكمل اللي انا بعاني من عدم وجود. غالبية العلاقات اللي قامت على المشاعر او الاحساس بس فشلت بعد وقت، مش شرط بس، والمشاعر اللي قامت على افكار تجريدية بس فشلت بعد وقت. لذلك أغلب النساء والرجال اللي بيعانوا من أزمة منتصف العمر اللي هو بعد سن 45 سنة، يحب السكرتيرة، يتجوز الممرضة، يدخل في علاقات عاطفية، هو بيكون في الغالب متجوز على سبيل المشاعر. طيب اللي بينفصل بسرعة في أول سنة من الجواز أو أول سنتين، هو في الغالب ارتبط على احتياج المشاعر. لو تخيلنا أن الأفكار طريق والمشاعر طريق، لابد ان الاثنين يبقى علاقتهم بشكل اخر. ومعلش خليني ابسط الامور للناس، المج ده هو الهدف اللي انا عايز اوصل له، هو العلاقه اللي انا عايز اوصل لها. انا عندي عينتين، العينين دول بيشوفوا المج، والعينين دول ليهم مركز واحد في المخ. انا بشوف المج موجود، تعالي نجرب نعمل حاجه يا ريت كل اللي بيشوفنا يعملها معانا. ممكن تغمضي عين وتفتحي عين بسرعه وانت بص على المج، أغمض عين؟ غمضي عينك وافتحي التانية بسرعة، بس بسرعة كده، اعمليها بالتبادل من فضلك. كده؟ أيوة. لو عملتيها بسرعة بتحس إن مكان المج بيتحرك، لأن زاوية الرؤية هي اللي بتختلف، مختلف. إذن المج ما بيتحركش. لو تخيلنا إن العين دي أفكار والعين دي مشاعر، لو أنا شفت بعين واحدة زاوية الرؤية هتكون مختلفة، وبالتالي الاختيار ما هيكون صح. لازم أشوف بالعينتين عشان اختياري يكون سليم.
يبقى الاتنين مكملين لبعض. اللي بيحس بحد بس من غير ما يختاره بشكل عقلاني متزن، صحيح، العلاقة دي بتبقى مهددة بعد فترة قريبة، صحيح، جدا من الجواز. اللي بيختار حد باتزان شديد وعقلانية مفرطة بدون أحاسيس أو أحاسيس قليلة بس بعد وقت أطول من الزواج. إذن الاتنين لابد إن هم يكملوا بعض. البيزك في الاختيار، دور على نصفك الآخر اللي يكمل اللي انت مش هتعرف تعمله، مش عارف تعمله، حاولت تعمله، الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في البرسوناليتي بس ممكن تكون موجودة أحسن.